الرباح ان شاء الله بواحد 2-0 ولا 3-0، حقاش الحمد لله المنتخب الوطني عندنا كيتوفر عليه واحد الترسانه ديال اللاعبين، لاعبين كبار الكبار اللي كيلعبوا في فرق كبيره، فرق كبيره كاشرف حكيمي في الانتر ميلان، زياج في تشيلسي الى اخره. كنتمنى من الله هذه المجموعه تكون واحد الانسجام بيناتهم باش يعطي واحد المنتخب اللي هو قوي اللي هو غيزيد قدام ان شاء الله. الراي ديالي في المنتخب الوطني على هذه المباراه اللي غيقوم بها، يمكن كيبان لي انه يقدر ينتصر فيها، مع كما كنشوفوا ان التشكيله ديال الفريق ولات بروحها جديده، وفهمش زرع واحد الامان جديده في الروح الوطنيه في الفريق الوطني. كنتمنى ان شاء الله تكون مقابله شيقه، حنا كنتظروا فريق صفر، تقدر تكون جوج لواحد، ثلاثه الماكسيموم كاع ثلاثه، على حساب الخصم كيدير، على حساب الخصم وعلى حساب حتى ارضيه الملعب كيفاش غتكون. وحنا عندنا ثقه كبيره في الفريق ديالنا، زعما يقدر ينتصر في هذه المباراه. بالنسبه للتجربه ديالنا القصيره اللي دوزناها في هذا المغرب ديال الكره، حاليا هاد الناس اللي كيلعبوا دابا الكره يعني عندهم الزهر كبير بالنسبه من ناحيه المناح، من ناحيه لي صالير، من ناحيه بدا من الخلصه ديالهم ديال لحد الان، والله كي يعني سعداتهم. والتوقعات ديال المنتخب ديالنا في اختصار يعني نكذب عليك، ما يمكن يكون ربح واحد النتيجه ديال 2-0 تقريبا. وان شاء الله يربحوا ان شاء الله. النتيجه ديال 2-0 ان شاء الله. لا جوج المنتخب ده يلا قادوا الفرقه، يلا جاوا لعابه جداد، باقي ما كاينش داك فهمتي داك انسجام من الفوق ان شاء الله.